أيوب مفتاح الخير عن منصة ماروكو فيد. دونك الفكرة أول مرة كيفاش جاتنا؟ فمن خلال المتابعة ديالنا لما يجري في العالم يعني بصفة يومية، فلاحظنا بالظهور ديال مجموعة ديال المنصات العالمية. ففي ديك الوقيتة حنا فكرنا أنه خاص تكون عندنا واحد المنصة، لأن وزارة الصحة بدات كتفاعل ديك الساعة ببلاغات رسمية بلي كتابع الوباء، وبداو تيبان عندنا حالات مستبعدة. فحنا في 27 فيفري طلقنا المنصة قبل ما تظهر أول حالة عندنا في المغرب، فكنا أول منصة في المغرب اللي كانت كترصد الوباء فيروس كورونا في المغرب. فمن بعد من 27 فيفري كان واحد العدد متوسط ديال الزيارات، مع الظهور ديال اول حاله والاعلان عليها من قبل الجهات الرسميه من قبل وزاره الصحه في 3 مارس. فاحنا كنا متفاعلين ودنا تحيين الموقع في ديك اللحظه، وسجل الموقع في الساعه الاولى او الساعات الاولى من بعد ذلك اكثر من 170 الف زياره. من بعد ذلك بقينا كنشتغلوا على الموقع بالتطوير بشكل يومي، كنزيدوا اضافات جديده، كنزيدوا اشياء جديده، وكنتفاعلوا مع لي زيميل اللي كيوصلونا. فمجموعه من لي زيميل كيوصلونا بشكل تقريبا شبه يومي، الناس متفاعلين، خبراء، اساتذه، اطباء اللي كيشكروا مثلا على المبادره او اللي تكون عندهم ملاحظات تطويريه. فاحنا كنتفاعلوا معها بشكل ايجابي، وبشكل يومي كنزيدوا اضافات جداد. بقينا كنشتغلوا بحال هكاك حتى اليوم 18 مارس اللي غتطلق فيه المنصه الرسميه ديال وزاره الصحه اللي هي covidmaroc.ma. فاحنا بدلنا في ديك اللحظه بدلنا الاستراتيجيه ديال العمل، ولينا كنشتغلوا اننا كنديروا ريديريكسيون يعني اعاده التحويل. ففي في في الترويصه ديال 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 الموقع دنا اعاده توجيه للموقع ديال وزاره الصحه، دنا اعاده توجيه للموقع اللي تلقاته وزاره الداخليه رسميا لاصدار البلاغات المتعلقه بفيروس كورونا واللي متعلقه بتحميل شهاده التنقل الاستثنائي، دنا اعاده توجيه لوكاله المغرب العربي للانباء ماب اونتي كورونا بوان ماب .ma اللي كيهتم برصد جميع المستجدات المتعلقه بفيروس كورونا. تقريبا في خلال واحد 10 ايام او 11 يوم قدرنا اننا نديروا اعاده توجيه اكثر من 1 مليون زائر للمنصات الرسميه، وهذا كله كان بهدف محاربه الشائعات. فبفضل هذه اعاده التوجيه تمكننا من اننا نخليو 1 مليون زياره تستهلك معلومات اللي صحيحه، وهذه المعلومات هذه اللي كياخذوها ولا كيستقيوها من 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 مصادر رسميه. من بعد ذلك بدينا كنديروا تحيين حتى على المستوى ديال المبيانات. وفرنا واحد الخدمه اللي غيتم الاطلاق ديالها قريبا، هي تم الاطلاق ديالها ولكن في انتظار بعد تحديثات اللي متعلقه بلينبيد اللي كتعطي خدمات للصحفيين اللي كتمكنهم انهم يدرجوا المبيانات فين في المقالات ديالهم. وهذه الخدمه هذه كتسهل عليهم العمل ديالهم. وبطبيعه الحال مازال جايين تطويرات جديده، ومازال كنشتغلوا على مشاريع جديده. فبطبيعه الحال يعني من بعد ما غادي تحطوا معطيات اللي غتكون مفصله ومعطيات دقيقه على الحاله الوبائيه في المغرب، يعني غادي نشتغلوا على منصات اللي متعلقه بالذكاء الاصطناعي اللي كتحلل المعطيات بالذكاء الاصطناعي. وبطبيعه الحال فمنصه ماروكو فيد في التطوير ديالها مازال مستمر. خلقنا صفحه جديده اللي هي صفحه ديال الفيديو اللي فيها فيديوهات، جميع الفيديوهات الرسميه اللي كنشاوهم الوزارات، اضافه لواحد التبويبه اللي خاصه بصناعه المحتوى يعني صناع المحتوى. إلياس منتصر، المسؤول التقني على موقع ماروكو فيد. الموقع ديالنا هو مبادرة تطوعية مواطنة غير رسمية، للهدف ديالو الحد من الشائعات. المعلومات اللي كنعرضوا في الموقع كيكون المصدر ديالها الموقع ديال وزارة الصحة. من اليوم الأول لإطلاق المنصة سجلنا تقريبا 6 مليون ديال صفحة مشاهدة. عندنا الحالات المستبعدة من بعد التحليل، الحالات المؤكدة والمتعافين والوفيات والحالات اللي تتلقى العلاج والنسب ديالهم بيان سور.
بالنسبه للمبيانات عندنا مبيان اللي في المجموعه ديال الحالات والتقسيم ديالهم ما بين حاله تتلقى العلاج المتعافين والوفيات، ومبيان تراكمي اللي فيه التطور ديال الحالات تراكميه من البدايه ديال ظهور اول حاله في المغرب. بالنسبه للمبيان الاول عندنا فيه الحالات المؤكده والمتعافين والوفيات التطور ديالهم بشكل تراكمي، وعندنا مبيان اخر مشابه ولكن فيه الحالات اليوميه، يعني الحالات ديال الوفيات والمتعافين والحالات المؤكده بشكل يومي. عندنا مازال خريطه اللي كتعرض التوزيع ديال الحالات المؤكده على الجهات ديال المملكه والتوزيع والترتيب ديالهم من الجهه الاكبر عدد الى الجهه الاقل عدد، اضافه الى واحد المبيان دائري اللي تعطينا التقسيم والنسب المئويه ديال هذه الجهات. هنا كيقدروا يتخلقوا مشاكل اللي عندهم علاقه باللو ديفلوبمون ولا لي سيرفور. دونك هنا كان عندنا مشينا بان اركيتكتور اللي موزعه، فكانوا عندنا بليزيور سيرفور، سيرفر الفرونت اند، سيرفر الباك اند، لا بارتي باز دو دوني حتى هي بوحدها، ولو ديفلوبمون ولا لا كومونيكاسيون بيناتهم دارت بواحد الشكل اللي كتسمح باش يدخل عندنا الناس بزاف بلا ما يوقف لو سيت.